كرمنا يا رب. دخل دخل عليه عزرائيل. المرة اللي فاتت لقى معاك 2 بودي جاردز، المرة دي جايب 4. ده قليل قوي. سامعني يا دكتور نادر؟ لا 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 لا. مساء الخير. اهلا اهلا. مساء الخير يا مترو. ازيك يا مستر مروان؟ اخبارك ايه؟ ده انا محظوظ اني شفت حضرتك تاني. اسعد ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اهلا بيك. ايش حضرتك؟ اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. مروان ابو عرب، رجل اعمال واعلامي مصري. اهلا. أنسة ديما عباس من سوريا، من كبار سيدات الاعمال في العالم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. بس غريبه قوي، انت صغيره في السن على انك تكوني سيده اعمال يعني. عندنا بسوريا مثل بيقول صغير يوم وشهر بيعرف منيح بالدهر. بس غريبه قوي، انا اول مره اسمع مثل زي ده. ده زي عندنا كده في مصر، بس احنا عندنا بقى بالعكس، يعني بيقول لك اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. ايوه صح صح. فضل. انا مش عايز بس اكون ازعجتكم. لا ابدا. فضل. انا سامي. وحضرتك بقى يا ترى منين؟ من سوريا. من الشام. من الشام. الله، بحب الشام. ويا ترى بقى انت منين في الشام؟ ها حكم، انا الشام حافظها زي كف ايدي. منين؟ من شارع الجامع. شارع الجامع؟ ايه. لا، ما فيش حته في الشام اسمها شارع الجامع. كيف في؟ ايوه انت تقصدي شارع الجامع الاموي. ايه، اللي جنب سوق الحميديه. ايه، سوق الحميديه. الله، دي منطقه جميله جمال. انا بعشقها، بالذات كمان انها بتفكرني بخان الخليل اللي في مصر. ايه، بسمع فيك، بس بعمري ما زرت مصر. ازاي تبقي سوريه وما تزوريش مصر؟ ازاي ده يعني مصر وسوريا ايه؟ ما حاجه واحده. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. بقى عرفت حكاية الشارع الأموي في سوريا دي منين؟ نبي أخويا اللي أعرفه، ولا عمري شفته. ألا، أمال إيه؟ شوف، هو أول ما زنقني وسألني إني ساكنة فين أنا اتلبشت. بعد كده لملمت نفسي وقعدت أفتكر عندنا في مصر، قلت في شوارع كتير قوي اسمها شارع الجامع، وأدام الجماعة السوريين دول برضك مسلمين زينا، يبقى أكيد هم كمان عندهم كده. قمت طخاه. طب ما انتي ذكيه اهو يا كوريا، بتعرفي تتصرفي. طول عمري والنعم، ده انا كنت بطلع العشاء على مدرسه الصنايع، ومره طلعت السبعة على الفصل عندنا. برافو برافو. بقول يا دكتور، لو انت يعني ما سمعتش اي اخبار تاني عن كبدكي من ساعه يعني ما سمعنا اول ما جينا. لا، ما سمعتش عنه اي اخبار، ومن فضلك ركزي في اللي انتي جايه تعمليه وبس. حاضر. انت ربنا يتوب علينا بقى من اللي احنا فيه ده. تعرفي ان شكلك لايق جدا في الحاجات اللي انت عايزه ربنا يتوب عليكي منها دي. لا يا اخويا، شكر الحمد لله. ده انا عندي مشيتي كده في الحرب برنسيسه كده اهو، براحتي بالدنيا. ولا الطقميطه اللي انتوا فيها دي، ده صحيح اللي يشوف بلاوي الناس دون عليه بلوته. تعرفي يا كوريا، الرضا اللي انت واصله له مع نفسك ده، هو ده الهدف من الحياه، هو ده اللي كل الناس بتجري وراه ومش عارفه توصل له. لقلنا يعني مش فاهمة الكلام قوي، لكن شكله كلام حلو. شكرا. بصي، النهاردة بالليل لازم تقابلي مروان. يا دي النصيبة السودة. كوريا، كده فات وقت مناسب علشان نتحركوا بسرعة. يا راجل، أنا منين ما بشوف عينين الراجل ده جدتي كده بتتلبش. أنا عارفة البنت جولي كانت مخدوعة فيه ازاي. ده ريحة الشر فايحة منه كده، ولا اللي شارب حلبة في عز الصيف. الحاجات المقرفة اللي انت بتقوليها دي، ما انت كنت ماشيه كويس جدا المره اللي فاتت، وانا سامعك والتليفون مفتوح، كنت عماله اسقف لك وانت بتتكلمي سوري زي السوريين بالظبط. شكرا يا دكتور. اسمها دكتور. حاضر. اسمعي، وانت قاعده معاه ما تجتهديش في حاجات انت ما تعرفيهاش. وانا نبهت على عماد، لو سالك سؤال صعب هو هيرد بالنيابه عنك، وانت اتقالي كده ما تتكلميش كتير. اتفقنا؟ ماشي، ربنا يستر بقى. والنبي، انا البت جولي دي صعبانه علي، يعني هي مرميه هناك في الضيقه اللي هي فيها دي، وهو هنا عمال يبرطه زي الحمار، عمال ياكل في النجيله، لا النجيله بتخلص ولا الحمار بيجبن. سلموني عليه.
معانا يا بنت؟ سيبيني في حالي، بقول لك كده مش عايزه اتكلم مع حد. هو احنا مش قد المهم ولا ايه؟ انتوا يا ستات، انتوا يا نسوان، البنت دي بتقول عليكم زباله وحورتجيه. حورتجيه؟ نعم يا روح امك، شايفه نفسك علينا اياك ليه؟ هو انت احسن مننا في ايه؟ ما تشوفي نفسك يا بنت وانت عامله زي الخصايه المصديه. بقول لك ايه انت وهي؟ انا لا قلت عليك ولا عدت، وكلمه تانية هنسى الشباشب العنبر ده كله على دماغكم. نعم يا روح امك، شباشب ايه يا بنت؟ ده انا اللي هفتح دماغك. انا اللي هفتح دماغك يا هيدا ابو طالب زياره. مالك؟ مالي؟ انت ليه بس بتعملي كده؟ ياه، معاملتي مضايقاك قوي يا هيدا؟ انا شرحت لك موقفي اكتر من مره. وان حضرتك لازم تنفذ القانون، صح؟ ايوه صح. وما دام صح، جاي تعمل هنا ايه دلوقتي؟ طب تعالي اقعدي. اقعدي. طيب انا اسف، حقك علي. اسف بعد ايه؟ انت عارف انت عملت ايه؟ يا هيدا انا ما كانش قدامي اي حل تاني، كان لازم اجيبك هنا الاول وبعدين اثبت براءتك، وبعدين انا وعدتك ان انا هفضل معاكي، وهو ده اللي انا بعمله دلوقتي، وهفضل جنبك لغايه ما تطلعي براءه ان شاء الله. فرفشي كده يا هايدا. صحيح انا مش بطيئك بس صعبان عليا قعدتك. ما كانوش 15 يوم يا بنت وتجددولك؟ مش حال لما يتحكم عليك يا بنت وتروح القناطر تعملي ايه؟ مالها يا وينش؟ جددولك 15 يوم عشان كده قاعده زعلانه. مالك يا اسمك ايه؟ اسمها هايدي. ودي داخله في ايه هايدي؟ هي لحد دلوقتي مش راضيه تقول، بس انا سامعه الصوله بتقول اللي هي داخله في نصب. طب ده النصابين دول اجدع ناس. يلا يا اختي اضحكي وفرفشي كده. عارفه يا هايدي كله مكتوب على قبلنا يا اختي والنبي. قومي 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 يا هايدي، قومي قومي، تعالي معايا يلا فرفشي. قومي هوي نفسك يلا، قومي يلا بس يا حبيبتي يلا هوي نفسك بقى، ما تقعديش كده. سيبيها يا وينش، شكلها تعبان قوي ومرهقه. خليكي في نفسك يا اختي انت بس. قومي يا هايدي، قومي قومي يا حبيبتي، قومي. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. قومي يا اختي، قومي يا حبيبتي، قومي يا اختي. تبقى دي بس عنها كده بلا مرهقة بلا متاع. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. والنبي يا اختي يعجبني حنك. يا لهوي اللي تاخدك من قسى الدنيا بحنان، واللي ضحكتها بتديك الامان، هي دي اللي تداري برموشك عليها، هي دي اللي تشيلها فوق راسك كمان.